بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم. كمان في نشاط للرياح ببعض المناطق بالليل، وهو ده اللي هيساعد في تلطيف الأجواء. كمان في نشاط للرياح على شواطئ العلمين واسكندريه وبلطيم ودمياط. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في انخفاض تاني في درجات الحراره. بالفعل في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. طبعا ده نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على انخفاض درجات الحرارة، توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فكمان مش هحس نسب الرطوبة الموجودة في الجو. بالإضافة كمان بنتأثر بامتداد منخفض مرتفع جوي في على سطح الارض. المرتفع الجوي ده بيجلب كتل هوائيه، معظمها كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا، بتعمل على انخفاض درجات الحراره وتلطيف الاجواء بشكل كبير، لانها كتل اكثر اعتدالا من الكتل اللي كانت بتاثر علينا خلال الايام الماضيه. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى في الظل تكون 33 درجه مئويه، يمكن اغلب المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحراره. طبعا نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها لو تكون 35 درجه مئويه، فده تحسن كبير عن الايام الماضيه، فبالتالي هنحس بالطقس الحر الرطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. هيكون طقس شديد الحراره على المحافظات الجنوبيه، جنوب سيناء وجنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان هنحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه، أجواء معتدلة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. بالإضافة كمان فترات المساء ساعات الليل هيكون في نشاط للرياح، سرعاته بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء فترات المساء ساعات الليل، ونحس بنسبة هواء لطيفة جدا فترات الليل، ويحسسنا كمان بانخفاض درجات الحرارة، لأن هو بيقلل أو بيشتت الرطوبة الموجودة في الجو، فبالتالي بيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، فالأجواء ممتعة جدا وفيها تحسن كبير عن الأيام الماضية. طب هل نشاط الرياح ده ممكن يأثر على الأعمال اليومية المختلفة في البحر، سواء التنزه أو العمل العادي؟ هو طبعا بالفعل يمكن اليوم ابتداء من اليوم هيكون في نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، وتحديدا عند شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط. سرعات الرياح هتكون ما بين 30 ل 50 كيلومتر على الساعة، فده بدوره هيؤدي لارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2.5 متر، وهيكون البحر غير مؤهل او المناطق دي تحديدا غير مؤهلة لاعمال التنزه، يعني ممكن يأثر على السادة المختصين على الشاطئ، لكن اعمال الصيد والملاحة البحرية هي مستمرة زي ما هي، ما فيهاش اي مشكلة. لكن اعمال التنزه السادة المختصين، لان ارتفاع الامواج ده ممكن يأثر بشكل كبير على السادة المختصين، وخاصة لو تعمقنا داخل البحر المتوسط، يعني يفضل ما ينزلوش اليومين دول. لازم ناخد بالنا ونتوقع الحذر بشكل كبير، ونبقى دايما موجودين في منطقة قريبة جدا من الشاطئ، ونشوف التعليمات طبعا اللي يعني الموجودين على الشاطئ بيعملوها، لو كان في رفع رايات، لو كان في فريق انقاذ، لازم ناخد بالنا بشكل كبير وناخد احتياطاتنا، لان ارتفاع الامواج ده كمان مكمل معانا حتى يوم السبت، يعني مكمل معانا، وكمان يوم السبت يعني ارتفاع الامواج هيكون ما بين 2.5 ل 2.5 متر، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير، مستمر معانا لمده 3 ايام. لكن بالنسبه لدرجات الحراره الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير، نقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه، لان كافه المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحراره، وتعتبر درجات الحراره فيها حول المعدلات الطبيعيه، في بعض المحافظات اقل من المعدلات الطبيعيه في بعض المحافظات الاخرى، لكن دايما احنا خلاص يعني احنا في فتره الظهيره تحديدا هنحس فيها ببعض الاجواء الحاره، ده طبيعي لو انا حتى موجود في الشارع، فلازم بس بننصح ان احنا بقدر الامكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة، ولو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأ بالقاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34-25، اسكندرية 31-24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-25، دمياط 32-25، بورسعيد 32-25، إسماعيلية 35-24، والسويس 35-25، العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، كاترين 33-16، وطابة 36-25، حلايب 37-30، وشلاتين 40-31، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-30، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 24، بني سويف 37-24، الوادي الجديد 45-30، أسيوط 39-25، سوهاج 41-27، وقنا 42-28، الأقصر 43-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لباسانت وشازلين نكمل معهم بقية فقرات. شكرا يا لميا، بنشكرك.